وقال لي انه موافق على انه يقابل مراد. مراد كان ناوي يروح النهارده الصبح. ابي عصام ما قالكيش حاجه النهارده عن غدا؟ لا. ولا بعد الغدا؟ ما كانش فيه فرصه، هو دخل نام وانا نزلت على الجنينه. على مين هساله لك؟ تفتكر انه هيوافق يقابلها؟ طبعا ما يوافقش. ليه؟ يعني اصلا انا خايفه منه قوي. اصل ابي عصام شديد خالص، وبتهيألي كده ما بيعتقدش في الحب. معقوله يا سوسن؟ انت مش عارفه ان انا وعصام متجوزين عن حب. عارفه لكن ايه؟ انا خايفه قوي. اسمع عصام اتجوزني عن الحب زي ما قلت لك، لكن مراد شاب كويس وبدل بيحبك وانت بتحبيه، يبقى خلاص. بس انا خايفه قوي. تفتكري انه هيوافق؟ طب افرضي جه عريس عجب منه وعجب ابي عصام، يبقى ايه العمل بقى؟ ترفضيه على طول؟ طب انا اقدر اقول لهم لا؟ طبعا. اسمعي يا سوس، انت دلوقتي مش صغيره، انت مش فاضل لك سنه وتدخلي الجامعه؟ بس ايه؟ هقول لك على حاجه. وانا في الليسانس جاني عريس، ماما قالت ده العريس اللي انا بتمناه لبنتي، ما كانش فيه في حياتي حد، اتخطبت له، ما كنتش بحبه وانا بكرهه، وقلت يمكن مع مرور الوقت احبه. وفات شهر ورا شهر ما حسيتش ناحيته باي حاجه، فقررت على طول ان انا افسخ الخطوبه. لكن اواجه اهلي ازاي؟ اقول لهم اني ما بحبوش؟ هيقولوا لي طب وايه؟ ما دام هو بيحبك وغني ومبسوط وهيساعدك يبقى خلاص. اقول لهم ان الجواز لازم يكون مبني على حب واحترام، مش هيفهم. واخيرا قررت ان افسخ الخطوبه. وعمل ايه يا عبد؟ وافق هو؟ قلت له وافق على طول. برافو، لكن انت شجاع خالص. مش انا اللي شجاع، ده هو اللي شجاع، لانه قدر يبعد عن الشخص اللي بيحبه لما حس ان هو ما بيحبوش. وبعد كده اتجوزتي ابي عصام مش كده؟ لا، انا ما اتجوزتش عصام غير بعد كده بسنتين. الراجل الوحيد اللي انا حبيته اول مره شفته فيها كان عند واحده صاحبتي في المعادي، امينه، ما انت عارفاها. ما فاتش اسبوع غير لما كان عازمنا انا وجوزها على الغدا، وهو موصلني على المترو قال انا عايز اقول لك حاجه. فهمت هو عايز يقول ايه وانا كنت هقول له ايه من غير ما نتكلم، مجرد احساس. نيمة بتدور عليك يا سوسن. حاضر يا ابي، انا تعالى اهو. يعني ما دخلتوش تنامي زي عادتي، ايه الحكايه؟ ابدا. مالك يا نبيله؟ في ايه؟ مفيش حاجه. لا انت من ساعه الغدا وانت متغيره. ايه قوه الملاحظه دي؟ تتريقي؟ انا عمري ما اتريق على حد، بس بستغرب يعني انك ما لاحظتش اني متضايقه غير النهارده. طب وايه اللي مضايقك؟ انت عارف كل حاجه كويس، بس للاسف بتعاملني كاني قاصر ومش عايز توضح لي اي حاجه. ايه هي بقى الحقيقه دي؟ اكذب عليك يعني عشان تستريحي؟ قلت لك 100,000 مره ان مفيش اي واحده ست تانيه في حياتي. ايه بقى؟ عصام احنا مش بنتخانق دلوقتي، لكن العيشه اللي احنا عايشينها دي مش ممكن ترضيك ولا ترضيني، اكيد بتحطمك زي ما بتحطمني. عصام ارجوك يا عصام ارجوك، انا مستعده امسحب من حياتك، بس فهمني رسيني على بر. لا انت الاوهام كتبت قوي في دماغك. تقدري بقى يا ست تديني دليل واحد على ان في واحده تانيه في حياتي؟ طب اشرح. شكرا. تقدر تقول لي انا كده غلطانه؟ طبعا غلطانه. طب اسمحي ان انا غلطانه. انا اثبت لك اني غلطانه؟ ازاي؟ تعالى معايا وروح افتح درج المكتب، عايز اشوف فيه ايه. وهيكون فيه ايه يعني؟ بعدين اقول لك، بس ارجوك تعالى افتحه، ارجوك يا حسام. ضروري اعرف الاول انت بتدور على ايه. نفسي افتح درج المكتب وما الاقيش فيه المفتاح. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه الثالثه. وايه اللي خلاك تفتكر ان في مفتاح في الدرج؟ لانك في الدخله والخارجه بتفتحه. باخد سجاير. يعني بتاخد سجاير؟
يعني ما فيهوش حاجه؟ لا. طب خلاص تعال تعال معايا افتحه. الله، واقف ليه؟ خايف من ايه؟ ولو فتحته بقى وما لقيتيش المفتاح تبقي تعملي ايه؟ ابقى استريحت. اه، وافضل انا موضع شك باستمرار، مش كده؟ النهارده تفتشي الدرج، بكره تفتشي جيوبي، وبعد تروحي للمكتب تفتشيه كمان. لا مش فاكره. عصام ارجوك، دي فرصتي الوحيده وفرصتك انت كمان. فرصتي؟ ايوه، لاني لو لقيت المفتاح في الدرج مش ممكن هغفرها لك. وانا لا يمكن اسمح لك انك تكرهي كبريائي. بقى كبريائك ولا العذاب اللي انا عايشه فيه بقالي شهور وياه؟ مش ممكن، خلاص مش ممكن. طب معلش يا سيدي، حقك عليا. اطلبي مني اي حاجه تانيه يا نبيله. احلف لك بيه بس ان انا ما بحبش غيرك، وان الوش الحلو ده طول ما هو قدامي الدنيا كلها بتبقى حلوه. عصام يا ترى ايه اللي جابها عنك فجأة كده من الصبر؟ جاي في اجازة ضروري. دي خوذة، ده بقاله سنين ما جاش. ايه ده انت هنا وانا عمالة بدور عليكي من الصبر؟ انا وضفت الأوضة عشان خاطر عمي، مش هتيجي تشوفيها؟ طب هويها واربي الشيش وانا جايه دلوقتي اشوف. وانت يا اختي نعم. خشي كده امسكي لك الكتاب وذاكري كلمتين يا بنت تلحلحي. يا ساتر، سيبي ما يكون الكتاب ده فيه خلصه، ماهيش قادره ابدا تقعد وتركز زي خلق الله. ما قلتليش يا عصام، قابلت الواد التلميذ اللي كان جاي متقدم لاختك؟ قابلته يا ستي. اما بالجهل صحيح، وعملت معاه ايه؟ ولا حاجه. قلت له يا ابني بلا حب بلا كلام فارغ، انت لسه تلميذ. تلميذ ايه؟ ده طبيب امتياز في القصر العيني وكلها سنه ويتخرج. اختي وماله، ما تصرف على الجواز كده ليه؟ انا ما قلتش انا هتجوزها، انا بقول يخطبها ولما يتوظف او يفتح عياده يبقى يعني. تاني واحنا ايه اللي يزنقنا على كده؟ من امانته يعني؟ ماله يا مينا، شاب كويس وطبيب والمستقبل قدامه، وبدام هو بيحبها وهي كمان موافقه. يا ابني ما عندناش بنات تحب. اه يا صاحبي يا عم يوسف، مفيش حد يشيل الشنط مني ولا ايه؟ ازيك يا عصام؟ لا استنى. طب امسك هنا. ازيك؟ ايوه لا استنى. ازيك يا عصام؟ ازيك يا نبيله؟ اهلا يا عم. اهلا يا ست حميده. اهلا اهلا. ازيك؟ اعمل لك فنجان قهوه يا عمي؟ يا ريت يا حميده، يا ريت يا نبيله. الست حميده دي وحشاني قوي. يا ريت فنجان شاي ومعاه سندوتش يا نبيله. حاضر. صوروا طيارة طويلة عريضة ما فيهاش فنجان شاي شاي. يا ابني المية يا حاجة عجيبة. يعني الرحلة كويسة يا عمي؟ والله يا عصام مش بطالة. ده انت وحشتنا قوي يا سيزاني. الله يخليك. الله يخليك. يا اخويا ناوي تسافر تاني ولا ايه؟ ايه لسه حميد؟ بس كنت انا لسه جاي من السفر. يمكن يعني عايز تروح اوروبا ولا حاجة، اصل يعني شايفة الشنطة كده تقيلة حبتين. بس انا خلاص استقلت من البلد اللي انا فيها دي، مش رايحة تاني. انا يعني هتقعد هنا معانا على طول لحد ما الاقي شقة وافتح عيالة ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اللي بيطبل ده الا لما يركبها العصب يبعد عنك. البنت ده بيطلع حاجات غريبه. كل مره يفوت بتعمل كده. سيكي ما يكون يا اخويا بعد عنك عمل لها علك. الا قول لي يا سيكي، العمل بتاع المحبه بينفع؟ حبت ايه يا استاذ حميد؟ لا ده بيقول بينفع. وايه بينفع؟ واحده صاحبتي. مالها؟ مالها؟ ده كلام فاضي يا استاذ حميد اللي بتقوليه ده. مسألة كلها مسألة فعل ورد فعل. ايه؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني انت لما بترمي قدام الكلب عظمة مش بترميها له ريق يجري عليها؟ ريق يا نهار. طبعا يا اختي عليك، وانت كلامك غريب كده. Ha 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 ha
يا سلام. الا فندم جاي من بره عشان يكح هنا ويمشي. حاجه عجيبه قوي. مين يا فندم؟ ان شاء الله من بيت العيله ده ولا ايه؟ يا جدع غلبان بيشتغل في مكتب واحد محامي. شغال ايه؟ كحاح؟ شغال ايه ده؟ وبيعمل ايه هنا؟ ساكن هنا. لما البلديه هدت البيت اللي كان ساكن فيه جبته يسكن معانا هنا. راجل طيب ولو انه اطواله غريبه شويه. واضح. عصام شوية كده ريحة بس شوية ريحة شوية شوية كمان بقول لك ايه يا عصام جاي على هنا صح يا ابني انا مسدودة هروح فين بعد كده اسكت بس عشان ياخد باله وبعدين يتكسف ويمشي باينه عايز منك حاجة يا عصام اوعى تكسفه يا ابني الراجل ده غلبان وبيصعب عليا قوي وكمان عايز اقول لك عايز اقول لك يا الله ايه يا عصام يا ستر بين منخون اكبر يا كده ازاي يا حبيبي ده انت الطمح بصعوبه كمان لا مؤاخذه يا استاذ عصام بس انا ما رحتش الشغل النهارده خدت اجازه اعتياديه عشان اجيب الخضار اجيب الخضار في السمسمية دي اتفضل اتفضل يا استاذ سيسي ده عم الدكتور زكي حضرتك حضرتك عم الدكتور زكي امال هو فين الدكتور زكي اكيد شبهه ايوه ما هو انا عم الدكتور زكي انا عارف فين بقى الدكتور زكي ما انا ايوه ما انت عم ايوه انا عم الدكتور زكي مش عم الدكتور زكي لا ما انا فهمت والله انا عمه وعم الدكتور زكي ما انا مش غبي انا هو قال عم الدكتور زكي استنى استنى انت عم استنى. الدكتور زكي فين الدكتور زكي لا 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 ما ايه اها حضرتك عم الدكتور زكي يا سيدي انا الدكتور زكي انت الدكتور انا الدكتور زكي والله عم عصام بيه يعني انت مش عم الدكتور زكي انت الدكتور زكي اي انتوا هتلا والله اخرج انا بقول لك انت ما تلخبطنيش هي دي فيها لخبطه انت الدكتور زكي انا عمه انا عم 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 الدكتور زكي انا عم ست حميده عم انا عارف حاجه انت عاوزني غبي انت عاوز ايه؟ قلت الواحد الاول انا بص ايه طيب يمكن انت ما بتطلع عليه بتفهم يعني مش حضرتك عم الدكتور زكي لا ما هو انت دلوقتي اكنك بتقول يا عم بتاع القوطه يا عم يا بتاع انت بتاع القوطه قابله ايه ده؟ ايه يا عصام ده؟ يا سيدي انا الدكتور زكي انت الدكتور زكي بابا عم مالناش دعوه بعمه بقى مالناش دعوه بعمه مش قلت الدكتور زكي انت هتنفذني ليه؟ خلاص ما انا عم نفسي برضه وكل واحد عم نفسه ما هو في عم الدكتور زكي وفي عم الدبب مالناش دعوه بعم انت عم مين؟ عم الدكتور زكي انا الدكتور زكي انت الدكتور زكي اهلا يا دكتور اهلا بيك يا حبيبي ازاي امال عمك انت عيب عمي ما عصام خلاص انا فهمت انا شخص جاي قاعد هنا اهو انت شخص انت عيان نعم انت عيان انا عيان انا عيان تستلك بتوجعك ايوه فعلا ايش عرفك ما هي باينه في عينيك ايوه انا عيان انا عيان عيان مش معقول انا عيان عيان ليه عيان ليه لا مش عيان انت مجرد سؤال لا انا بس حضرتك الدكتور زكي وفاهم واكيد فاهم كل حاجه وانت قلت انا عيان ده مجرد سؤال بس انا بقول لك عيان يعني بس توبه انا بقول لك بقى ما بقولش ان انت عيان انا بقول ده مجرد سؤال لا بس انت دكتور ومسؤول ما فيش امل يا دك والله احنا عملنا اللي علينا ولا على بعض يا جدع على مالك انت عيان ولا انت على مالك انا مجرد سؤال انت صحتك عالي العال ايوه زي الحصان ايوه انا زي الحصان وما تقولش زيي انا انت حصان انا حصان خلاص وخالص ما تيجي تقعد يا استاذ سيسي اتفضل يا ابني تعالى اتفضل في عم الدكتور يا راجل اقعد تعالى لا ده مطرحي كل واحد يقعد على مطرحه لا ده مطرحي
قاعدة على الدكتور. حد سواق. أنا هقعد. لا لا تعال اقعد. ده مطرحي. أهلا يا أستاذ عصام. ما تقعد يا عمي، اقعد على الكرسي. شكرا يا ربي. اتفضل يا دكتور. شكرا يا استحمي. اتفضل هاني. ما تقلق كده يا اخويا. انا كده كويس استحمي. لا مش انت. ايه يا استاذ سيسي. ايوه. انت واخد اجازه من الشغل النهارده ليه؟ والله انا واخد اجازه علشان خلاص بقى قال الاوان. يا ابني قال الاوان تستريح، ده انت طول السنه شقيان يا كبدي. انت هتنقي عليا ليه؟ مش انت يا ابني ما بتقولش انه قال الاوان. ايوه قال الاوان عشان خلاص ايه؟ هتأهل. ايه ده يا سيسا فندي؟ هتجوز. هتتجوز يا سيسا فندي؟ ايوه. الله يبارك فيك. بتدخل امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله. ما انا جاي للاستاذ عصام بخصوص الموضوع ده. ايه ده؟ جاي تتفاهم مع عصام على دخلتك؟ لا دخلتي ايه؟ انا جاي تتفاهم على خرجتك. انت جاي ليه؟ خرجتي ايه؟ انا جاي اقول للاستاذ عصام. سعادتك عارف، خلينا احنا مع بعض. سعادتك عارف ان العقد اللي بينا اتجدد من تلقاء نفسه يوم السبت اللي فات. لا مش متذكر. لا مش متذكر ايه؟ ما دام احد الطرفين لما يخطر الطرف الاخر يبقى العقد اتجدد من تلقاء نفسه. ما تمسكنيش. يبقى انا ما اقدرش احزن من هنا قبل سنه، وبعدين انا عيان واموت فيها واجيب لكم مصيبه هنا والله. طب انت بس انت دلوقتي عايز تعزف؟ انا عايز اتجوز. طب اتجوز. ايوه يا استاذ سيسي. ايوه فهمنا. وبعدين؟ وبعدين سعادتك طبعا عارف ان انا يعني هخطب، وبعد ما اخطب هتجوز، فمش معقول اجيب مراتي في الاوضه. سعادتك عارف ان اختي. فاهم. والحل؟ حل. بيقول لي الحل. الحل انك تبني لي اوضه جنبها. اوضه جديده؟ طبعا. هو انت شايف ان في حل تاني غير كده؟ وبعدين انا عيان واموت فيها. طب اقعد بس اقعد وانا فاهمك. شوف يا استاذ سيسي. أيوة. العقد اللي بيننا ده مش مهم، حضرتك تقدر تعزل في اي وقت يعجبك. ابدا. ايه ده؟ لا يمكن ابدا. انا راجل ملتزم بالقانون، وعمري ما اخرج بره القانون، وانا محفز حفازير العقد. طب شوف بس يا محفز انت بيتكلم انهي لغه ده؟ ايه محافظ حفازير؟ ايوه هفهمك كده بعدين لوحدينا. انا انتوا وحيدين، انتوا فاهمين ولا مش فاهم؟ لما نبقى لوحدينا هفهمك. محافظ حفازير انت عم الدكتور زياد. انا وزعجي. طيب خلاص. ايوه سعاده البيت. اصل يا استاذ سيسي الاوضه الجديده اللي انت عايزها دي هتتكلف قوي. تتكلف؟ انا يهمني فلوس؟ ما انت عارف كل حاجه. تتكلف من جنيه لخمسه، انا يهمني. اهو العقد، اهو العقد بيقول ان الايجار بقى 20 جنيه بدل 10 جنيه. خلاص. وذلك نظير حجرتين بدل حجره واحده. مبروك عليك، والله انا فرحت لك قوي. بس تجيب مقاول كويس علشان يثبت الاساس. مبروك عليك. ده انت جاي يا اخويا وجهز روحك من مجاميع. ده انا عايز. ايه بس ما تقولش حاجه، قول لا اسمع. أيوة. عشان انا سامعي تقيل. خلاص ما تصدقوش. ده انا بس انا هقول لحصان. انا عشتك كده لتنطر الشبعين. قلت ايه يا استاذ عصام؟ امرك امري. الامر لله وحده. وبعدين ما احنا كلنا هنتجوز. مع السلامه يا سيسا فندي. السلام عليكم يا ست نبيل. ازيك معاك يا سيسا فندي. وبعدين لعلمك بقى الاخ اسمه ايه؟ انت اسمك. انا شايفك انت قدامي. انا شايفك. اسمك ايه يا جبان؟ رد. انا بقول لك ايه؟ ده عايش معاكم على طول؟ ده عايش هنا؟ طول غريبة يا فندي ده. فعلا غريبة يا عم. حاجة عجيبة. احنا قاعدين طول النهار نضحك عليه بالشكل ده. احنا قاعدين عشان نضحك عليه. حاجة عجيبة يا نبينا بنت. بشوف حاجة ايه يا استغربت. عارف زي ما يكون في شيء لله يا ست دكتور. الراجل ده؟ من كام يوم كده قال لي هيطب عليكوا شخص عزيز. ما فاتش اسبوع واحد الا وانت طبيت. مين ده؟ انت. وانا عزيز؟ ده انا ذكي. بس طبيت. وازاي حال الشغل معاك يا عصام؟ قصدي لسه يعني منافسه جديده بينك وبين سيد فهيم؟ وده برضه حد يقدر عليه؟ يا اخي الراجل ده اطواره غريبه. او تصور يا عصام، انا اخر مره شفته فيها كان ماشي الساعه 1 بعد نص الليل، وكان معاه واحده ست.
الله يخيبه، راجل عجوز مشارك داخل على الستين ويمشي الساعة واحدة بعد نص الليل ومع واحدة ست. إلا ما يجيش من دورك ده يا سيد دكتور. دور مين؟ 60 سنة. دور مين ده؟ استحمينا ده هو الدور الثالث ولا لسه في الرابع؟ إيه دوري ده؟ وبعدين أنا عاوز أقول لك حاجة بقى، الراجل مننا طول ما هو عايش لازم يجري ورا الستات، لأن لو جه اليوم اللي يبطل فيه جاي ورا الستات يبقى مهمته خلصت، يبقى انتهى خلاص. هي مهمة الراجل إنه يجري ورا الستات بس؟ طبعا. أنت بتجيب الكلام ده منين يا عم؟ ولا اللي بجيبه؟ دي قوانين الطبيعة يا نبيل. دي قوانين الرجالة اللي زيك. لا يا ست نبيل. قوانين الطبيعة. دي قوانين الطبيعة، والقانون بيقول لك راجل شاف ست يساوي جاي على طول. يلا يا نينا نشوف البيت يلا. طب جاية جاية وراك يا نبيلة. بس عايزة أفهم الدكتور زكي حاجة. عايزة أقول لك حاجة. أنت يا أخويا حقك كده تدور لك على بنت الحلال. اللي تهدي سرك وتريح بالك. وتهني. والله يا ست حميدة أنا سري هادي وبالي مرتاح وفال الله وأكمل. الله. بس يعني تكون قدك كده ومن طوبك وبنت ناس كبارة. يا ايوه يا نبيله هي جايه اهي. إيه؟ نبيله بتمنع عليك. صحيح. طب ما تهبش. احنا الاسعى هيكون خلاص. يما اتمزق. ايه في ايه؟ انت ما اتغيرتش ابدا يا عمي. واتغير ليه؟ كده تقول لي انا اتغير ليه؟ يا زين. انت يا بنتي يا زين. الله الله يو يا طارق. مين يا مين الست الحلوه دي؟ دي اخت الاستاذ سيسي اللي كان هنا. اخته. بقى سيسي اللي عنده بالهرسه يطلع منه اخت زي دي. تعالي يا شطر. تعالوا. ايوه يا عصام. اسمها ايه الست دي؟ مين؟ كويس. اسمها ايه بقى؟ النحف. ايوه ما انا عارف. اسمها 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 ايه؟ النحف. هاخدك قلم احولك واحده ست. اسمها ايه يا حبيبتي؟ النحف بتاع النور. لا انت اوعى تكوني فاهمه ان انا فاهم. هي المصيبه انا كوني فاهمه ان انا فاهم مني حاجه. اسمها اسمها ايه دي؟ انها بتاع النور. لا خلاص انها بتاع النور. انت بتشتغلي هنا؟ ومش مشغلين معاكي مترجم؟ نحف بتاع النور. قولي تاني كده نحف ايه؟ النحف بتاع النور. يكون قصدك النور؟ نجم؟ الله انت جيب وقع من بقك. نجم. اسمها نجم. وكانت بتديك ايه؟ عايزين هستني لها دول لما اسوي. دي بنتها دول لما اسوي دي. انما اللي قال لي انا هعمل دول لما اسوي ايه؟ اسيدي. طب انا عاوز اسالك انت، انت لو انا قلت لك دي تفهميها احاسي ايه بقى؟ ما تمشي، حد ماسكك؟ أحسن إيه؟ أحسن 50. الله، أنت مخصمة الخاخ كمان؟ 50 قرش؟ هتجيب لي دولار ماشي و50 قرش؟ هتعمل بيه إيه؟ إيتو. تعمل إيه بقى؟ إيه؟ إيتو. كويس. انا عذرك انت بتعرفي ان انا فاهم بس انا مش فاهم. يا سلام يا هي المشكله ان انت زعيق. انا مش انا سامع انا سامع. طب هي لفتتني وقالت ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش غسيل غسيل غسيل
واسيب ايه؟ لا لا انا لازم اشوف حل في البيت ده. تاكلي دوره بخمسين قرش يا فرختي بيكي يا فرختي. لا لا بقى لا بكره الساعه 11 كويس. مع السلامه. عصام معاك سيجاره؟ لا ما انت عارف انها بطلت. بقول لك ايه؟ مين الست اللي كانت بتكلمك دي؟ لا ده كلام ليا وكلام كبير قوي. ده بتكلم مين؟ انا بكلم فرختي، بكلم كوكو واوا. ما تغنيش يا زنزون. طب يا بنت يضحك عليك ويديكي دورة ناشف ناشف. يا حبيبي يا مستريح. دي واحدة فرخة. فرختي كوكواوا. فرختي يا حلوة. اخ يا سلام انا طالع من غير فوق. بقى اكلمك في التليفون اقول لك انا رجعت من اسكندريه عاوز اشوفك. تقول لي نتقابل بكره. اصل في شغل ضروري اخلصه. كنت ناوي تروح فين الليله دي بقى؟ واحد انت مش تمنت عليا اهو كده برضو. بقى انا جيت عشان اتمم عليك. انا جيت عشان وحشتني وحشتني موت. وفرضي بقى نبيله كانت هنا. طب وايه يعني؟ هي مش بنت خالد مرة والمفروض ازورها؟ على فكره نبيله وحشتني قوي. هي راحت فين؟ هي خرجت مع نيله يزور واحده صاحبتها. ما قلتليش انت ايه اللي رجعك اسكندريه بسرعه كده؟ ايه زعلان علشان دي؟ خلاص ارجع تاني؟ مش عبيطه بس. ده اللي مصدقك انك جيتي. صحيح يا عصام؟ طبعا صحيح. ليه تقلي انك ابتديت تزعل مني؟ حد يزهق من الوش الحلو ده؟ ده طول ما هو قدامي الدنيا كلها بتبقى حلوه في عينيا. بتحبيني صحيح يا حسام؟ زي الاول؟ هو وقت من الاول. خلاص اذا كان كده بقى اقول لك ايه اللي جابني من اسكندريه. اقول اقول لا مش هقول. لا لا بجد صحيح. خلاص هقول لك وساعتها بقى غصب عنك هتيجي تقعد هنا هو جنبي. قولي. انا وعلي انفصلنا خلاص. ازاي؟ كتبت له ورقه بريته فيها وكتب لي هو تنازل عن الشقه وهيبعت لي ورقه الطلاق الاسبوع ده. هيبعت لي ورقه الطلاق الاسبوع ده. ايوه. ازاي حصل الكلام ده؟ انت شفتيه امتى؟ كلمته في التليفون ورحت له الشقه بتاعته امبارح. لكن ده ايه يا حسام؟ غلبني. تصور من الساعه 10 الصبح لحد 4 بعد الظهر واحنا بنتكلم. ما كانش راضي ابدا. الله والله ضروري بيحبك. هو انتم كده يا رجال؟ الحاجه ما تحلاش في عينيكم الا لما تبقى في ايد غيركم. زي الاطفال تمام. قلتي له؟ ما تخافش ما قلتلوش حاجه. امال ايه؟ تصور قال ايه؟ بيسالني حضرته ليه انا طالبه الطلاق. قلت له انت عاوز مني ايه؟ احنا بقالنا اكتر من سنه كل واحد مننا عايش في جهه لوحده، وقبل كده قعدنا مع بعض سنتين زي الاخوات تمام. عاوز مني ايه بعد كده؟ قعد بقى يعتذر ويتكلم كلام فارغ كتير. قلت له انت عاوزني تعمل بيا ايه؟ ولا هي المساله زياده عدد وبس؟ مش مكفيك الستات اللي انت بتتنطط معاهم كل يوم واحده شكل؟ ما اقتنعش بقى وما هديش الا لما قلت له انا بحب واحد تاني. سالني قال لي انت هتتجوزيه؟ قلت له طبعا. على فكره بقى انا عمري ما هتجوزك. ايه؟ وليه بقى يا ستي؟ علشان هتكدب عليا زي ما انت بتكدب على نبيل.
ترجع لي اخر الليل وتقول لي كان عندي شغل في المكتب. والله انت مجنونه. بقول لك ايه يا عصام؟ تعالى ما اقول لك. بقول لك ايه؟ تيجي نقطع العلاقه اللي بينا. تيجي؟ لا ما اقدرش. اخس عليك يا عصام. ده انا ما قدرتش على بعد اقول مع واحد. مالك يا لولا؟ بتفكري في ايه؟ بفكر ما فكر في حبيبي. ده انا اقتلك والله. حبيبي انت مدوخني معاك. عارف يا عصام ساعات كده بيتهيألي. ايه؟ بتشك فيا؟ لا بس بخاف منك. بيتهيألي انك بعد ما تتجوزني هتغير مش كده؟ انا عارف انت بتفكري كده ليه؟ عشان علي طبعا، لكن انا بحبك وانت بتحبيني. وايه يعني؟ ما علي كمان كان بيحبني وكنت بحبه. كنت بتحبيه صحيح يا لولا؟ قد ما انت بتحبيني كده؟ مش عارفه يا عصام، لكن كان مالي عليا حياتي وكنت يعني ما كانش في راجل في الدنيا بيعجبني قد انا ابتديت اغير. اهدى. غير من علي؟ اوعى تفتكر ان انا بغير من نبيله. لكن فاهم. شوف يا لولا، انا هقول لك حاجه علشان تريحي بالك. هي حاجه غريبه صحيح، انا شخصيا مش فاهمها، لكن حقيقيه. هي ايه دي يا حبيبي؟ انا عمري ما خلصت النبيله اكتر من شهرين على بعض، حاجات طياري كلها، لكن ما كنتش بقدر ابدا احوش نفسي عنها. ايه ده؟ من يوم ما اتجوزتم؟ ومن يوم الخطوبه نفسها. طب وايه اللي خلاك تتجوزني؟ حبيتها. حبيتها. ايوه انا حبيتها. لا حلوه دي. هي منحوسه. بتعمل كده مع مراتك؟ طبعا لا، ده انا معاها في منتهى الادب. ومعايا انا في منتهى قله الادب، لكن اعمل ايه؟ بموت فيك. قول لي يا عصام، ضروري نبيله طبعا كانت مبسوطه وانا مش موجود، وتلاقيه كنت لازق جنبها ليل ونهار. اوعى اوعى تفتح بقك وتقول ولا كلمه، احسن تلاقيني فرقعت من غير. ما عندكش فكره انا كنت بغلي وانا في اسكندريه. ولا تغلي ولا حاجه، احنا لسه متخانقين النهارده. اخس عليك يا عصام، تتخانقي معاها ليه؟ انا مش قلت لك تبقى لطيف معاها؟ انا لطيف وكل حاجه بس مغفل. تصوري ان انا من تغفيلي حاطط صوتي في درج المكتب. يا سلام. طب وهي؟ كانت مصممه على فتح. بعدين جت سليمة بقى، لكن بعد ما دم نشف. يا مسكين يا غلبان. انت بقى يا حبيبي بطل الخوف اللي انت فيه ده. عارف يا عصام، انت عامل زي العيال الزقنطتين، الشقاوة بتتنطط من عينيك. جوجو جوجو يا عصام، جوجو 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 يا عصام. انا لو شفت جوجو بقى يجنن. جوجو ابن اختي المرحومة سامية، مش فاكره؟ انت شفتيه فين؟ هو مش في المنصورة عند اهل ابوه؟ اه، ما انا اصلي رجعت في عربية منير، كان واخد جوجو يفسحه يومين في اسكندرية. ومنير اخباره ايه؟ لسه بقى ما اتجوزش؟ لا لسه، بس جوجو بقى يجنن يجنن، ده هيعجبك قوي، ما تتبناه يا سام. يا رب هما كمان يعجبوك. شوف كده حبيبي، شوف الزراير دول يعجبوك. حلوين قوي. حقيقي يا عصام، علشانك يا حبيبي. ميرسي ميرسي يا لولا. طب يلا بقى تعالى وسعنا. ايه ما يلا. الله، انت خايف نجينا تشوفنا؟ طب وايه يعني؟ افرض انها شافتنا، ما هي هتعرف ان انا جيت. ايوه، وزيارتك دي هتبان غريبه شويه، انت بقالك مده طويله قوي ما دخلتيش بيتنا. من هنا ورايح بقى حاضركم كتير قوي. اصلي مبسوط فيك، مبسوط فيك وانت واقف كده ومربوخ وعمال. يا حبيبي يا عصام، وحشتني قوي. تعالى بقى، تعالى وصلني، تعالى. يا سلام يا سلام على جمالها يا ولد.
يا سلام على رقتها يا ولد. نار نار، قلبي كله قايد نار. شافتني وعامله نفسها مش شايفاني، بصت لي وعامله نفسها مش بصاني، طنشتني وعامله نفسها مش طنشاني. يا سلام، ولا فستانها، فستانها ايه ده، ايه ده، احمر زي الفل. ولا شعرها وضفايرها الطويله الجميله. يا سلام، بس لو كانت تعرف ايه اللي جوه في قلبي. بس الحمد لله، الحمد لله انهم صدقوا صحيح حكايه ان انا هتجوز. طب ما هو كان لازم يعرفوا كده علشان ما ياخدوش خواله. الله، طب ما انا هتجوزها صحيح. ايوه هتجوزها، ام القلب الابيض زي البفته البيضة. الله، رايحه فين، رايحه فين، رايحه فين؟ خرجت وزعلت انا، سابتني وحدي، وحدي قاعدة في البيت. وحطيت ايدي على خدي، خرجت. يا سلام، بس ما يهمنيش، انا خلاص شفت كل حاجة. ايوه انا شفت كل حاجة، شفت كل حاجة. يا سلام، شفت كل حاجة، شفت كل حاجة، شفت كل حاجة، شفت كل حاجة، شفت كل حاجة. شعر ولا دقن؟ شفت، شفت ايه؟ حاسس بمصيبة جيالي. يا لطيف يا لطيف. وصلني استاذ حمام. سيسي دكتور زكي. اه يا حبيبي. انت خارج ولا داخل؟ انا افتكرتك بره يا راجل. لا ده انا قاعد. يبقى انا واقف. لا انا واقف. انا قاعد. انا خارج ولا داخل؟ لا انا اللي داخل. يبقى انا خارج. انت انا قاعد واقف. وانا خارج داخل. انا واقف قاعد. انت رايح فين؟ انا رايح. انت رايح للست بتاعتك؟ الست بتاعتي؟ هاي ايه؟ هوريك حاجة. ايه؟ هوريك الشبكة. وريه. تجنن تجنن. حلوة اوي اوي اوي. بس مش الخط؟ نعم. انا شفت حاجة يا راجل. اها. ما شفتش. انت ما خدتش بالك؟ اهي. ايه ده؟ طلعها من جيب الروب. وانت ما شفتهاش؟ لا. الله، استنى بقى. الله، وشك عملت ذوقي. دي لطيفة خالص يا سيسي فندم. طبعا اكيد الست اللي هتتجوزها مش كده؟ ايوه. تلاقي ايديها حلوة. يا سلام يا سيسي فندم. يا سلام لما الست من دول تبقى ايديها حلوة ومنخزة. يا سلام. يبقى الواحد عاوز ياكلهم اكل. يا سلام. يا حبيبي كده ما يصحش، كده ما يصحش. طب قول لي الاول، هي بيضة ولا سمرة؟ بيضة. اه بيضة زي القشطة، بيضة زي اللبن الحليب. لا يا حبيبي وكده بقى ما يصحش. وكده ما يصحش. ايوه بس كده كمان ما يصحش. وكده يصح ولا كده يصح؟ امال ايه؟ كده اللي صح. كده يصح. ايوه كده يصح. طب انا هروح بره اعمل ايه؟ تروح. انت مش هتقابل ابوك؟ اه صحيح. هو بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6. راكب ولا ماشي؟ راكب بسكيل. انت حمرا ولا بيضا؟ بيضا زي القشطة. جاي الساعة 6؟ جاي الساعة 6. هي ساعتك كام؟ 4 الا تلت. ياه انت لسه بدري. يا ست انا زكي بيه الدكتور عم عصام بيه اللي مش دكتور. بس انا ما شفتش حضرتك قبل كده. ايه؟ طب النهارده الصبح. يا لهوي حصل ايه النهارده الصبح؟ بأمرك ما بعت البنت تجيب لك ب50 ساخ تورا مسوي عشان تتت. تتت تتت. تتت ايه؟
بس انا بقالي تعديت. تكليتك ليه؟ ايوه تهوي الكفته اللي هتقع مني. تكليني تكليني. ايه بقى اللي حصل النهارده الصبح؟ لا ما حصلش حاجه بس بصيتيلي. ادعيلي يما. وضحكتيلي. يا دي العيله يا دي العيله. انا ابص الراجل غريب واضحكي وكمان يا لهوي. بتشغلي الندابه؟ وطي صوتك وطي صوت. ايه ده؟ نزلت الدورة مسلك الصوت قوي. يا ستي ما حصلش حاجة، جايز انا غلطان. طب وحضرتك عايز ايه دلوقتي؟ يعني هكون عايز ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. خلاص عن اذنك بقى. لا لا لحظة واحدة يا ست نجف يا ست نجف. يا لهوي يا دي العيبة يا دي العيبة. انت كمان عارف اسمي يا لهوي. وبعدين بقى ما توطي صوتك شوية ما تفضحيناش. طبعا مش اسمك نجف. اسم جميل، اسم منور، اسم كريستال. نجف بنور 500 فولت. يا سلام ضغط عالي. هو انت تعرف اخويا السيسي؟ ايوه انا اعرف كمان السيسي افندي. بالاماره هيتجوز قريب. هيتجوز؟ هو ما قالكيش؟ لا ده شاف كل حاجه. هيتجوز مين؟ هيتجوز ده ست ايديها مفحره. انما انت ايديكي منغزة. يا سلام يا سلام. عن الكلام ده يا سيدنا افندي، انت فاكرني بنيام ولا ايه؟ اخفى عليك. انت ما تزعليش بس يا استناجة، هو انا اللي بقول ده؟ اخوكي هو اللي بيقول. يا دي العيبة يا دي العيبة. انا اخويا يقول الكلام الفاضي ده؟ اخفى عليك. وطي صوتك شوية. خلاص سيبينا من اخوكي خالص، خلينا في نفسنا. تسمحي تقبلي مني الهدية؟ هدية؟ يا دي العيلة يا دي العيلة. انا اقبل هدايا من راجل غريب؟ اخصى عليك. هو انت فاكرني ايه؟ اكملني وعليا. حرام عليك ده انا غلبان. حرام عليك يا اخي. ربنا ينتقم منك. تعال وريني الهدية دي. ايه؟ تعال وريها. ما بعد ما تلم علينا الشارع كله اوريك الهدية. ما بتقولي كده من الاول. بصي ايه بوكيه دره. بصي اسكتي اسكتي ده انت فضيحه. تم كده عايز منك حاجه. روح 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 شوف هتخرم عين ازاي. اسكتي اسكتي. اتفضلي دره مشوي طازجه. اتفضلي. بقول لك ايه؟ افتحي بقى ادخلك الدور. افتح. ايوه افتح الباب. افتح الباب. اه يا لهوي. ايه يا دي بس. بس استنى. افتح الباب. انت فاكرني ايه؟ حرام عليك. طب بس انا برضه افتح الباب لراجل غريب. ما هو لو كان المفتاح معايا ما انا كنت فتحت. ايه؟ ايه دي بس مشكلة؟ طب مش قولي كده من الاول لما ترعبيني. طب انا كنت هديك الدور واطلع على طول. هاتوا من هنا هاتوا من هنا. حاضر اتفضلي اتفضلي. انقي بقى. انقي اتفضلي. حلو ده. طيب اسمعي. ايه؟ كلي انتي كلي وانا ناولي الكوسكوس. طه طه قولي لي. نعم. انت بتاكلي بسرعه كام كوس في الدقيقه؟ انت بتضحكي مبسوطه؟ يعني لو قلنا بتاكلي بسرعه 6 كيزان في الدقيقه يعني تعملي في الصفيحه 28، يبقى انا لو وقفت جنبك ساعه محتاج غير دوره بحاله. طيب غير دوره زي بعض زي بعض. ايه ايه رايك؟ حلو قوي 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 طريقه قوي. اه الله يخليك. قولي لي انما انت اخوكي بيفضل حبس كده بالمفتاح؟ اه خايف عليكي لو تطيري. وهطير اروح فين يا حسره قلبي؟ ما اصعص ريشك. ايه ما بتزهقيش؟ لا طبعا. وهزهق ليه؟ اه لازم بقى حد غيري بيجيب لك دور بيسليك. يا لهوي انا استنى انا دي واحده بس اجيب خيشه اسد بيها. انا برضو اقبل دوره من حد غيرك. طب ده انا سنه ونص على ما خدت عليك هنا دلوقتي. طيب حاضر بس انت انت بتبقي كويسه بس فجاه بتنطري حاجات كده مش ملهاش لازمه.
طب بقولك ايه؟ انت انت ما بتخرجيش خالص؟ لا بخرج. كويس، بتخرجي مرة واحدة بس في الشهر. مرة واحدة في الشهر؟ يعني مش بطال. بتروحي فين؟ بروح السينما. عال دخلنا بقى في المنطقة الضلمة. لا يا حبيبي، بس مع اخويا. ايه؟ ايه؟ يا اختي! ايه؟ يا دي حد يروح السينما مع اخوه! يا اختي! يا اختي! من اصلي لسه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي. طب ليه ما اتجوزتيش صحيح؟ كل الستات اللي في الدنيا بتتجوز، مش معقول ست حلوة جميلة زيك ايديها منغزة ما تتجوزش لحد دلوقتي. يا سلام على النغازات. نغوص. انت بتعمل ايه؟ حرام عليك يا اخي اللي انت بتعمله. ايه ايه عملت ايه؟ انا بنت ناس. ما انا عارف. انا بتاع اتكلم من ده. تمسك ايدي. لا ايدي لملت، صوابعي كلها كزان دره. سلامت ايدك، سلامت ايدك يا زلمة. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. طيب طيب خد المرتبة. بس كفاية، حطي على الطراطيف شوية. كفاية هتخلص يا أمه. بس 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 الله، ريحتها حلوة صح؟ قوي. بس يا خسارة. ايه؟ قربت تخلص. ولا يهمك، ده أنا هجيب لك حتة إزازة كالونيا. مفيش في البلد. تجيب لي إزازة كالونيا؟ ايه؟ بمناسبة ايه؟ انا برضو مش انت بتحب شكلي كده؟ اعمل هديه من راجل غريب يا ست. انا زكي مش بتاع ايه؟ تجيب لي كالونيا. ايه بتاع ايه انت تجيب لي كالونيا؟ عايز افهم. مش هجيب. قول لي هتجيبها امتى؟ لا 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 واقف ليه انت اهو؟ قراني انا عجيب. ازازة كالونيا ايه؟ هتجيبها امتى بقى؟ الناس اتلمت، الناس اتلمت. ارحمين الناس اتلمت. ارحمين. بقولك ايه؟ خد استني بس هشوفك تاني امتى يا فرخة. كوكو واوا، كوكو واوا يا فرخة. يوه الزهر بيتت يا بتبيت بدل الزهر. انا هشوف هشوف يعني اعمل ايه. انا خسين خسين مين خسين؟ مين؟ ايوه حاضر حاضر. دقيقة واحدة هبعت لك البنطلون تسري فورا. دقيقة واحدة. غسيل غسيل غسيل. خالي لا 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 مش كده مش كده مش كده. افتحي ايدك كده كده. مستني ايه؟ افتحي بس افتح اهو مسوب بقى. اقفلي بقى ايدك كده. مستني ايه؟ اقفلي بس. يلا بقى هاتي ايدك دي كده وطبلي كده حاجه بقى عال على كيفك. تميزه زي الحرير، مفيش بقى انعم من كده. تميزه. ماشي العوض. انت اسمك ايه؟ خدامك حريش. ماشي تجيبي كمان بريزه وانا اديك واحده كبيره. ما عايز دلوقتي افوض عليا اول الشهر وانا اتفهمت. اول الشهر ده يبقى يوم كام؟ الحميسة فاتتت. بقولك يوم كام تقولي لي الحميس؟ الحميس اللي بعد الطمع. اه قصدك الخميس. اه بس يا خساره بقى يوم الخميس ده انا مسافر، ملناش نصيب، مسافر بلدنا. مسافر؟ لا عندي عقد عمل راح اشتغل ظابط. انت ظابط ايه؟ ظابط ايكار. كم ما بيطبلوا. وبعد كده بقى يعني لما ربك يسهلها يعني اعطر في بنت الحلال. هتتجوز هتتجوز. يا ريت
الا انت اسمك ايه؟ ايه تاني؟ عاش الاسامي يا استاذ حسين ولو انه اسمه جاي. ايدين ايدين ما هي باينه ايدين بره. زين 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 عاش الاسامي يا استاذ زين. يا سلام انت من اي بلد بقى؟ انت فلوسي تاهلي. والله انا بقى ده احنا بلديات بقى على كده. انا من ميت فارس جنبكوا على طول. دي كان مدرسه. والله امي ما حسيتني. نفسي اروح حصص. طب ما تيجي. انت منين؟ فيها ايه؟ انا رايح مع واحد صاحبي جايب عربيه نقل. اخدك معانا نفوتك على ميت سلسيل. وبالمره اروح اشوف اختي اصلها متجوزه حداكم. والله فاكرة اقبض مهيتي ونمشي على طول. على طول؟ لا احنا رايحين في عربية نقل. اقبض مهيتي ونمشي على طول. قصدك على طول. ماشي. بعد كده بعد ما نروح على طول هنروح على فين يعني؟ على طول. طيب ماشي. وبتقبضي بيديكوا كام في الشهر بقى على كده؟ يا حسن في الشهر 10 جنيه. وبتصرفهم كلهم؟ بابا عطى لامي 5. كويس والله كويس قوي. طول ما بيتحولت لانسان الست بتديني لي بيهم حته الذهب. دلوقتي عندي تتان وحلق وثلاث اوان. كويس قوي قوي والله. والله يا امي حبيبي الله حبيبهم قوي لما تتطفوا. طب والله كويس. ما هو عال كده بقى. انتوا حبيبتوا انت؟ يعني المغربية كده. ايه اللي فوت عليا في السلة او انا انت ماشي. خدي. حسبت ايه؟ لا دي البريزة اللي انت اديتها لي. ما ايه؟ ما يجيش ما صحش. انا ما اقبلش العوض. خدي دي. دي بقى هتبقى انعم من اللي اتكسرت كمان. وطبلي بيها وتنزلي بيها اخر مزاج. خدي. يلا عشان خاطر. بس ايه؟ تخليلي الفلوس لاول الشهر. لا ما يلا طبلي معايا كده. شغالين هم اللي هنا. اصل انا كنت جاي عشان اقابله النهارده. انا قابلته في المكتب النهارده الصبح. ابي حسام كان لطيف معاك يعني عزم عليا بفنجان قهوه. صحيح يا مراد. جاب لي فنجان قهوه. طب فين؟ تعالى يا حسام شغالين يشوفونا. تعالى خش جوه. شوفونا واحنا بنعمل حاجه غلط. انا كنت جاي عشان اقابل الاستاذ عصام النهارده. قابلته الصبح ونسيت اقول له حاجه مهمه. طب ايه؟ انت بتحبني يا مراد قوي قوي. بس هو ده وقته؟ ليه تاني؟ هو انا كمان بحبك قوي قوي يا مراد. طيب ما هو لو كان اخوك عصام موافق على الخطوبه النهارده كنت اقدر اشوفك كل يوم مش مره في الاسبوع ولا مرتين. حرام 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 حرام. انا اقصد ان انا كده بعمل زي الحرامي. حرامي ايه؟ حرامي ايه يا حبيبي؟ هو انت بتاخد حاجه حد؟ انا ملكك يا مراد وهفضل طول عمري ملكك.
ثانية واحدة. تعملي ايه؟ اقعد في النور. تعالي هنا تطفي النور ليه؟ احنا بنعمل حاجة غلط. سيبيني ولع. عشان ما حدش يشوفنا. ما يشوفونا وايه؟ ايه اللي فيها؟ افرض عمتي جت. افرض ما تيجي عمتك. انا جاي عشان اقابل استاذه عصام، ما فيهاش اي حاجه. طب ولينا زمانها جايه هي وابو رامي. هي جريمه؟ ما هو عادي. ايه في ايه؟ ايه بتعملي كده ليه؟ مستخبى ليه طيب؟ بص يا باشا تعالي من هنا. ايه بس انت ما بتبصيش ليه عليا؟ انا كده كبير ونص، فما شويه صغيره قد كده ومش عاجبه. ده ايه ده؟ سواقين تاكسات ايه دول؟ يا اخواتي ايه؟ اولام يا رجلية. خلاص يا بنتي ما عادش فيا حيل ولا عدت ابدا. معلش يا لينا معلش. ايه ده؟ دورة؟ لازم بتاع البنت ناجف. ايوه. هتفضل تاكل دورة كده لغاية ما تبقى قد الفيل. ياني يا رجلية ياني. عمك الدكتور ده زي قلته. وزي قلته ليه يا نين؟ اصله يا بنتي مش راضي يكتب لي دواء وانا رشدت كده تخففني. دلوقتي تستريحي لما تقلعي هدومك وتمددي. يسترك يا نبيلة، خليهم يكتي يعملوا لي فنجان قهوة. حاضر. يا قلة العافية يا نبيلة. يوتي دخلت. اقوم بقى انا جهز شوية مية وملح احط فيهم رجلية ونقطتين زهر كده ولا موارد. بيقول الموارد كويس قوي قوي علشان الجلد بيخليه ثاني. ايه ده؟ حرامي! حرامي! مش 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 حرامي! كمان ايه بس؟ ده مش حرامي يا ابله، ده مراد خطيبي. مين ده؟ حرامي العرض والشرف كمان. حرامي ايه بس؟ اي حرامي. طب ريحي بس كده. مسكي معايا الحرامي هاتيله البوليس والعسكر. طب اقعدي بس. لا مش حسيب. طب مش حسيب. اقعدي يا دكتور. لا لا اقعدي، انا مش حسيب. انا مش هجري. ايوه هتحيي. حاضر يا ست. مش هجري. حاضر. اوعى تتحرك، خليك قاعد هنا لغايه ما يجي العسكري ولا البوليس. عسكري ولا الشرطه. في ايه؟ عايز اعمل ايه؟ الحقني يا اخو. ايه اللي جابك هنا؟ استاذ عصام انا كنت جاي عشان اقابل حضرتك فقابلت سوسو. باذن مين؟ انت مش وعدتني انك ما تشوفهاش لغايه. انت ايه؟ ما عندكش اخوات ولا تخاف عليهم؟ ايه انت جاي ربنا يرزقك زي ما بتعمل في بنات الناس. يا فندم انا ما عملتش حاجه تستحق الدوشه دي. يا استاذ عصام انا كنت جاي. انا مش عايز اسمع صوتك بعد كده. عصام يلا اتفضل اطلع بره. واقف منتظر ايه؟ عصام ارجوك. منتظر اشوف هتعمل ايه تاني يا استاذ عصام. الكلام السخيف اللي انت بتقوله ده مش اسخف من تصرفاتك. لا ده انت ولا قليل الادب. ارجوك. مش معقول كده، انا استحملت بقى كفايه كده. بعد كده انا هرد. انا عملت ايه غلط؟ انا عايز اتجوز اختك على سنه الله ورسوله. وانا مش عايز في بيتي شغل الحراميه ده. ايوه حراميه. حراميه وستين حراميه. حراميه ايه يا فندم؟ انا جاي انا بحب بنتك وعايز اتجوزها. حراميه ايه ده؟ وانا يا اخي مش عايزك تحبها، مش عايزك تتجوزها، مش عايزك في بيتي، مش عايز اعرفك، مش عايز اشوفك خالص. كفايه يا عصام. يلا اتفضل بقى بره واطلعني. ارجوك كده ما تقوليش اغلط معاك. احترم نفسك. احترم نفسي؟ والله عال سامعك. سامعك سامع يا ست سوسن. بس ما تغلط معايا يعني ايه؟ هي حصلت؟ اطلع بره بيتي. ايوه اطلع بره ولا اجيب لك البوليس. بوليس ايه بس؟ ليه خليه يقدمه؟ يقدم لي ده ايه وانا ناقص تربيه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو احنا في غابه؟ ارجوك شيل ايدك. ما اضطرنيش اتصرف معاك بالسلوك اللي يناسب طريقتك. انا عايز اعرف انت بقى تقدر تعمل ايه؟ اتفضل اطلع بره واعلى مفخلك اركبه. عصام اما بجاحه صحيح. كفايه يا عصام. اسكت انت. يلا اتفضل بره. كفايه بقى. مش معقول اللي انتوا بتعملوه ده. ده السلوك لا يمكن يصدر من انسان مثقف محترف وفي مركزك. انت بتتصرف كانك انسان عايش في العصر الحجري مش في نهايه القرن العشرين. وهو يعني القرن العشرين قال لك تدخل بيوت الناس كده هو من غير ما تستاذنهم وغصب عنهم؟ يا ناس حرام عليكم. كفايه كده. كفايه حرام عليكم. كفايه. بس انت عايزه تعملي لنا فضيحه هنا؟ لكن معلش حسابك بعدين. وانت يا فندم يا بقى ده اتفضل اطلع بره ورينا عندك كافك. خلاص انا هخرج يا استاذ عصام بس مش هخرج لوحدي. هخرج ومعايا سوسه. ايه؟ تدخلي مالكش حكم عليه؟ انا بحبها وهي بتحبني وهنتجوز. يلا يا سوسه.
يلا نخرج بره السجن ده، نعيش بعيد عن التحكم والسيطره. يلا انت ما انت صغيره، احنا نقدر نكون مستقبلنا ونعتمد على نفسنا، احنا مش محتاجين لحد فيهم. لا ده انت زودتها قوي. ايه يا فندم بقى قله الادب دي؟ عايز تاخد اخته قدامي وانا واقف غصب عني؟ هي حصلت. انا مش قليل الادب يا استاذ عصام، لكن انت اللي بتتصرف بشكل انا ارفضه. احنا ما احناش عبيد تحت رحمتك تتحكم فينا زي ما انت عايز. اخلص. انا عايز اعرف انت مش عايز تتجوزها لي ليه؟ مزاجي يا اخي. مزاجه يا اخي هو حر. نعم مزاجه ده ايه؟ هي كوبايه شاي ولا فنجان قهوه؟ ده مستقبل بني ادمين.